عايز تتجوز تاني؟ انا؟ اه ازاي يعني؟ ما هي بتقولك ما سألتك السؤال وانت سكت، سكت ليه؟ انا ما اعرفش ليه بتتكلم كده وهي عارفه ان كل حاجه انتهت اصلا. ليه بتعمل كده؟ ممكن ناخد نهايه الحلقه وبعد كده نتكلم في المواضيع اللي حلقه ايه؟ حلقه ايه اللي باظت دي اللي ما فيهاش اي فقرات؟ انا مش فاهم في ايه يعني بصراحه. يعني انا يعني ما كل الحلقات اللي فاتت قبل كده يا استاذ كنا بنعمل فقره مع الزوج لوحده. ايه بقى الفقره دي اللي هتبقى فيها المدام موجوده؟ دي في فرق، دي الزوج ده غير اي زوج تاني. تعرفين دي مفاجاه. طب ايه دي؟ بجد والله مفاجاه ما شاء الله. يعني انا ما تخيلتش ان انا اشوفك تاني بعد 5 سنين. لا معلش يا مصطفى. مصطفى برضه اسمه مصطفى. انت مفاجأة حلوة يعني. اتجوزت امتى؟ اتجوزنا بقالي 3 سنين كده. مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك انت متجوزة؟ لا. طيب عقبالك ان شاء الله. ممكن من فضلك لما تجهز تقول؟ ايه مش عارف عادي بس كده. استنى بقى يا جماعه، كلنا متفقين ان الراجل محتاج الست والست ما تقدرش تعيش من غير الراجل والاتنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض، وعلشان كل كابل يقدروا يكملوا مع بعض لازم يكون بينهم توافق. في برنامجنا كابلز بنشوف اكتر 2 متوافقين وبيكسبوا رحله اسبوع لتركيا شامله الاقامه والسفر. دي في النهارده كانت مفاجاه بالنسبه لي، مفاجاه غاليه بجد. مصطفى مدام ايه؟ دعاء. دعاء استاذ عمرو، مش قلتلك الحقني بالاسماء؟ معلش من فضلك. معلش احنا اسفين يا جماعه. لو انت مش هتقدري يعني ممكن بلاش حلقتنا دي خالص. دي في النهارده مفاجاه بالنسبه لي مصطفى ومدام دعاء. مش مفاجاه بالنسبه لي دي، مش لازم يعني مش مهم. معلش انا اسفه. مفاجاه بجد هي كانت مفاجاه. لا ولا يهمك، مش لازم يعني. مش لازم يعني. استاذ عمرو احنا طب شيلها في المونتاج يعني. اثنين عاديين صح ولا لا؟ مش احنا اثنين عاديين ولا ايه؟ مش عارفه صح. انا يعني المفروض لو انت في معرفه مثلا خلاص مش مهم يعني تقولي لي كفاري يعني. في حاجه بعد الحلقه عشان خاطرك انت على الاقل يعني. حقك عليا، حقك عليا. انت مالك في ايه؟ مفيش حاجه يعني. ولا كلامك صح ولا ايه؟ كلامك صح. بعد اذنك استاذ عمرو شيلها في المونتاج. برحب بيكم معايا في البرنامج وبسألكم عندكم فكرة عن المسابقة؟ إن شاء الله. عندك فكرة دي؟ آه. برنامجنا عبارة عن مسابقة أسئلة على فقرات، بسألكم الأسئلة دي وبشوف الإجابات اللي بينكم، لو كانت متوافقة بتكسب رحلة أسبوع لتركيا شاملة الإقامة والسفر. جاهزين؟ جاهزين. مصطفى جاهز؟ جاهز. فاصل وهنرجع تاني مع مصطفى ومدام دعاء. بقالكوا قد ايه متجوزين؟ 3 سنين. الجواز ده كان تقليدي ولا جه على حب ولا جه ازاي؟ عن حب على فكره صح؟ هو يعني انا كنت بشوف دعاء اعرفها لان هي كانت صاحبه اختي وكده. اه يعني كان جواز تقليدي عشان كانت صاحبه اختي. تقليدي قوي يعني. وكان يعرف بنات قبل كده ويعرف ناس قبل كده وكل حاجه، بس انا اخترتها يعني. كان يعرف بنات قبل كده. نعم؟ ده يشرب ان دعاء يعني خليتني احبها جامد يعني. هي اللي خليتك تحبها؟ انت ما كنتش بتحبها؟ مش بالظبط كده، بس يعني عارفه انت لما تتعاشري مع واحده وتعرفيها وتشوفي طبعها اكيد طبعا هتحبيها يعني.
بالذات لما تكون هي تستاهل الحب ده عكس حد تاني. يعني ما فيش اي حاجه ممكن تطرق عليك تغير لك المشاعر دي؟ ايه غير مشاعري في ايه؟ لا طبعا. ايه الاسئله الغريبه دي اصلا؟ لا على فكره ده سؤال موجود في الفقره. لا على فكره ده مش سؤال اصلا. لا سؤال موجود في الفقره. انا حاسه انك هتعيطي في مكان يعني ولا ايه؟ لا خالص. تعالي مكاني. نعم تعالي مكاني. تعالي مكاني بجد. خلاص انا عارفه. اسفين معلش. يعني هو ده طبيعي اللي هي بتقوله ولا ايه؟ صح يعني هو ده السؤال ده ولا ايه؟ السؤال اللي هنكملها من تاني معلش. يلا ساره مدام دعاء. اسمي لا هي اسمها اسماء معرفش ساره دي اكيد. لا ما انا سميت نفسي ساره عشان مش عايزه اسم اسماء ما بحبوش. فكرت في الماضي؟ لا مش بيفكرني في الماضي بس انا اسم ساره لايق عليا كمذيعه اكتر. مدام دعاء بتثقي في جوزك؟ قوي. بتعرفي كل يعني كل تحركاته مهتمه بكل تفاصيله الصغيره قبل الكبيره؟ كل ماضي بعرفه. عارفه كل ماضيه؟ اه كله. طب تعملي ايه بقى لو كانت في علاقه في حياته علاقه قديمه وفجاه ظهرت لك مره واحده تاني؟ هتدافعي عن حبك بقى ولا هتفضلي انانيه ومتمسكه بجوزك ولا هتسيبيه يرجع لعلاقته اللي سابها رغما عنه دي؟ هسيبه يرجع يعني؟ هو يرجع يعني جوزي علاقته اللي فاتت دي؟ اصل ما سابهاش بمزاجه يعني. امال ايه؟ بعدين انت كان جوازه بيكي تقليدي يعني. لا مش تقليدي على فكره. لا تقليدي مش هي كانت صاحبه مروه؟ اه صاحبه مروه. انت عارفه كل حاجه. انت ايه رايك في السؤال يا مصطفى؟ تسيبني وترجع لماضيك ولا ايه رايك في السؤال؟ انا اسفين دي انت طبيعيه. مش طبيعيه. كنت ترد علي لي حال. انت مجنونه على فكره مش طبيعيه. مصطفى عن اذنك. يا سلام كبرياء ده على اذنك. لا على فكرة دي باردة قوي باردة. مصطفى طب ممكن تناديلي لو سمحت. مصطفى مصطفى لو سمحت. انت بتضايق قوي كده ليه؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ هدي نفسك شوية حبيبتي. في ايه مالك؟ ايه ده محروق قوي كده ليه؟ ما تقولها حاجة دي في بعض اللي هي فيه. صورها شوية يا جماعة عشان الناس اللي عادي ناخد الحلقه علشان انا لا مش هنقعد معاها. هنقعد معاها دي نعمل ايه؟ هنقعد معاها دي نعمل ايه؟ لا انا هقعد مصطفى لوحدي. يا سلام والله العظيم انت رخمه. والله العظيم عايزه تضربي. بعدين يا لا هقعد مع مصطفى لوحدي. مش عايزه. لا ده جبروت. خلاص يا ماشي بعد اذنك. يا بنتي ده متجوز ومخلف وبيحب مراته وبيحب بنته. عايزه انت بقى تقعدي معاها تعملي ايه؟ زوجة تانية مش هيتجوز زوجة تانية. أنا مش عامل برنامج كمان للزوجة التانية. أنا مش عامل برنامج للزوجة التانية. أنا عامل برنامج ناس تفوز بالمسابقة. أنت أخته؟ بعد إذنك. نفوز بإيه؟ وبرنامج إيه؟ ومسابقة إيه؟ هما اللي يفوزوا مش أنتوا اللي تفوزوا. سوري حكيت لي عليها بس ما قلتليش. ولا قلنا فقرات ولا قلنا حاجات ولا أي حاجة خالص. طب يا جماعه ما قلتليش ليه؟ طيب يعني علاقه قديمه مثلا اللي هو بتاع سن المراهقه يعني اللي هو بتاع المراهقه دوت. اه يا سلام امال كان ايه؟ خلاص نعمل في نفس الحاجه. ندب مش فاهم. لا في نفس الحاجه خلاص. عايز اوصل للفينال. انا خدت للتوب. خلاص هي الفينال. خش يلا قولي النهايه وخلاص. هم الناس اللي خلاص. يلا صح. احنا فضل قاعد مصطفى اتفضل. خلاص خد المدام وانا عايز اظبط لي حاجه في المايك. طيب شعر. ايه مصطفى؟ خلاص انا عمال اقول لها في ايه؟ لا ما تغزنيش. ايه اللي انت بتقول لها؟ بتقول لها ايه اصلا؟ بعمل لها كده. يا سلام بتعمل لها كده وخلاص. دلوقتي اخر فقره معانا هيكون معانا مصطفى بس من غير مدام دعاء. فاصل وهنرجع تاني. انشكحتي انت بقى. من غير مدام دعاء. طب انت جايه عماله تقولي لها كلام وعماله تقولي كلام يعني مرتك راهي 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 انا بقول لها كلام. راهي مش عارفه برضك يا اسماء. ايوه انت يعني انت برضك داخله وعماله تخبطي بالكلام وعماله تقولي بتاع دون القهوه وعارفه كل الحاجات اللي انا قايل لك عليها وايه لك وحاجات احنا نعرفها محدش يعرفها جوه ولا ده ايه؟ ده تصوير؟ وانت رايحه تتكلمي فيها. انا الماضي بتاعك. امال ايه رغي يعني؟ انا عمري في حياتك في ذمتك وامتك انا الماضي بتاعك الاليم؟ ندمان قوي على الماضي بتاعي؟ ندمان قوي ان انت سبتني؟ طب ما انت من لا انت على فكره دي مش طبيعيه بقى. السبب معلش انا داخله. انا معلش انا ما تصوير ايه وبتاع وظيفتي ايه؟ وانت اللي فكرتي في حاجات؟ نعم نرجع مكاننا الاصلي.
نرجع مكاننا، عايزين نخلص الحلقه. مصطفى يلا لو سمحت نمشي بقى. يلا يلا بقى يلا. انت في ايه؟ ما انا قلت لك من الاول اقعدي هنا، ما عدتيش لي بكرامتك في الاول. ايه ودود في ايه؟ وانت وشك مقلوب بره في الشاشه ليه؟ في ايه غلط؟ مش هتكلم. مش ايه؟ مش ايه؟ وشك فاتحك اصلا، مش هتكلمي ايه؟ وشك فاتح، مش هتكلمي ايه بعد اللي انت قلتيه واللي انا شايفاه في وشك ده؟ حبيبتي دي علاقه وانتهت خلاص، لو انت عارفاه قبل كده خلاص انتهت. وقلت لك سابه، سابك بمزاجه مش بمزاجك انت، صح ولا لا؟ سمعها صح ولا لا؟ اهو سامعه شايفه؟ اصغري له بقى ولا اعملي له اي حاجه. اسيبه لك وامشي؟ هتسيبيني يعني؟ انا عايزه اكمل الفقره. لا استنى، اصل هي هين عليها تقول اه. امشي واسيبه لك يعني؟ الفه لك في ورقه واحنا ماشيين؟ تاخدي منه حته؟ طيب من فضلك معلش اكمل البرنامج بتاعي ونبقى نقعد نتكلم احنا ثلاثه بعد الحلقه. ما انا مش عايزاك تنجحي اصلا في البرنامج بتاعك. ما هو انا عشان اكمل يبقى انت بتنجحي، انا مش عايزاك تنجحي. انت ترضى كده يا مصطفى؟ يا سلام، ترضى كده يا مصطفى؟ انت يعني رد على الاستاذه اسماء. ترضى؟ عيطي يا حبيبتي، قطعتي قلبي. هتقولها الماكيره ولا حاجه تظبط وشها. دعاء خلاص يا دعاء، اقعدي بقى يا مصطفى. ما تغزنيش عشان هي كلامها مستفز. خلاص معلش خلاص. بعد اذنك يا مصطفى، بعد اذنك انا عايزه اكمل الحلقه وهنيها خلاص. عايزه ايه؟ عايزه اكمل الحلقه بتاعتي. خلاص المفروض انت تصوري معايا. انا ماشي كملي، مش لازم فقره ان هو انتوا لوحدكم. مش مهم يا جماعه صح ولا ايه؟ مهمه يعني دي ولا ايه؟ مش مهمه قوي. انا المذيعه بتاعه البرنامج. اه يعني ايه مذيعه البرنامج؟ يعني ايه يعني؟ الناس يعني دي كلها مع احترامي ليهم بيقولوا لي يا استاذه. طب وايه يعني؟ طب بقى يعني يا استاذه يلا ناخد الفقره. انا ما اقولكيش يا استاذه اصلا، ما عرفتيش. مصطفى هي مرتك متحامله عليا قوي كده ليه؟ اه يا سلام، متحامله عليا. يعني ايه تقولي هبوظ لك البرنامج بتاعك؟ يعني ايه؟ اه يا اختي، هي مش كفايه جوزتك؟ يا لهوي، انت محروقه قوي. مش كفايه جوزتك؟ نصيب. يا لهوي يا اختي، نصيب. ما يعني ايه؟ هنقول الفقره ازاي وال الشرع محلله مثنى وثلاث ورباع. انت موافقه تيجي معايا؟ انت موافقه تيجي معايا؟ انت موافقه؟ لا مش موافقه. ده ليه بقى؟ وكده غلاسه. مصطفى انت موافق؟ تقدر تاخد القرار ده في حياتك بامان يا مصطفى؟ انت اصلا يعني ايه اصلا؟ ايه ما ترد عليها. بامان يا مصطفى تقدر تاخد القرار ده؟ قرار ايه؟ قرار ايه؟ جوز تاني؟ تقدر تتجوز تاني؟ رد عليها. تقدر يا مصطفى؟ انت يا تقدر تتجوز تاني؟ انا اسفه، انا كنت انانيه لما اخترت ان انا ابقى مذيع. سلام. يعني انت عايزها تاني؟ عايز دي؟ عايزها سيبني يعني، خدها وسيبني مش مهم. ازاي يعني؟ وزيد ده اللي حط ميك اب. حطه لك انا؟ هاتي انا حطه لك. دعاء ميرسي ميرسي. احط لك انا، احط لك انا، ظبط لك انا الميك اب. انا بعرف ميرسي مصطفى لو سمحت. دعاء 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 اقعدي بقى. عايز تتجوز تاني؟ انا؟ اه ازاي يعني؟ ما هي بتقول لك ما سالتك السؤال وانت سكت. سكت ليه؟ انا ما اعرفش ليه بتتكلم كده وهي عارفه ان كل حاجه انتهت اصلا. ليه بتعمل كده؟ طبعا ممكن ناخد نهايه الحلقه وبعد كده نتكلم في المواضيع اللي حلقه ايه؟ حلقه ايه اللي باظت دي؟ اللي ما فيهاش اي فقرات؟ انا مش فاهم في ايه يعني بصراحه. يعني انا يعني ما كل الحلقات اللي فاتت قبل كده يا استاذ كنا بنعمل فقره مع الزوج لوحده. ايه بقى الفقره دي اللي هتبقى فيها المدام موجوده؟ دي في فرق. دي الزوج ده غير اي زوج تاني. ابقى حضرتك بقى اكتب بقى، اصل في فرق في الحلقه علشان انا كنت عارفاه. يكتب مفيش مشكله، احنا مش هنزيل الحلقه اصلا. طب يلا بجد احنا مش هنذاعها، لما نكمل عشان خاطر بس بيقولنا الانتاج والكلام ده. احنا مش هنكمل اصلا، مش هنذاعها. ما تخافيش على النجاح بتاعك الباهر. حلقه واحده مش هتاثر في النجاح بتاعك. طيب ماشي، احنا هنطلع من الحلقه دي خالص.
قدام الكاميرا. بخصوص ايه بالظبط؟ البرنامج ولا اللي قبل كده؟ لا الاسئله كانت صعبه كانت سهله، يعني انا مش عايزه اقول النتيجه عشان النتيجه اصلا ما فيهاش توافق. يا سلام ما فيهاش توافق، فيها توافق غصب عنك بقى، ايه رايك؟ وانا بقى غصب عني يا جماعه مش بمزاجي ولا بايدي اضطريت ان انا اقول لمدام دعاء ان انا عملت فيها المقلب ده. يا مدام دعاء انت كنت في برنامج مراتي في ورطه. لا بتهزر. بصوا ضحكت ازاي، بصوا الضحكه، بصوا وحياه ربنا بجد. اه والله بتضحك منك اهو مثلا. لا والله يا جماعة سافر مدام دعاء بجد. انت سابق الدور قوي معايا. طب انتوا امتى الكلام؟ طب والله العظيم ممثل شاطر. لا بس والله العظيم مبغضه منك لحد والله انا كنت خايفه منك طول الحلقه. والمضحك انا بقيت عايزه تبعدي وتطلعي منك تستوعبي حزبوني عليك. طب اديني الامان وانا جايه لك الحقيقه. كلام يا دعاء انا من المعد وهو فعلا والله ما تعرفوش ده في العصابه دي كلها عصابه متفقه معايا. بس هو طبعا على فكره انت ممثل هايل جدا جدا والله العظيم.